خلينا نعرف شلون يصير الاد. علشان نسوي الاد لازم نفكر شلون هو الطريقة. هو علشان نسوي الاد نحتاج 3 ميثودات والاد بناديهم، تمام؟ بنسوي 3 ميثودات برايفت. ليش برايفت؟ نتكلم عنه. والاد بناديهم. زين خلنا الحين نسوي اد، ولكن قبل ما نسوي اد خلينا نتخيل السيناريو اللي بنمر عليه. اول شغله خلينا نقول ان انا اول مره ابي اسوي نود، تمام؟ اول مره بسوي نود بستلم ديتا طبعا وبخليها في النود، والنكست مالتي بتكون شنو؟ فاضيه. زين هاي اول مره شنو مفترض تصير؟ النودة هاي مفترض تصير هيد، تمام؟ فبيكون عندي ميثود بس حق اول مره، خاص حق اول مره وبس، تمام؟ يحدد لي من هو الهيد، بس استخدمه اول مره وانتهى وانتهى موضوعه. فشنو بكتب؟ بكتب وبيكون نوعيته void لانه ما بيرجع شيء، فبنقول له void بسميه add first مثل ما سموه في التوتوريال add first، تمام؟ هاي شغلته بس يضيف لي الهيد. شوف هني insert a new node in the beginning of the list with the item as data. اوكي فهاي بس شغلته، ولكن هاي ما بنستخدمه، هاي بنضبطه علشان الهيد اذا اكتمل كل الميثودات بعدين بيسوي هيد عام نستدعيهم. الحين هاي كله كنا مقصص، تمام؟ كنا عندي شركه ولكن شنو قاعد اسوي الاقسام مالينا، بعدين اذا الاقسام كلهم برزوا اسوي الشركه. بالضبط نفس الفكره. فشنو بقوله؟ بقوله void add first بيستلم شيء، اكيد بيستلم شيء لانه شنو يحتاج يكون عنده data. شوفوا هني الاي عطاني غلط، زين؟ وانا احتاج اي. ليش؟ لان الكلاس مالي مو جنراتك هني، تمام؟ فاروح هني واخلي اي. فمفترض الكلاس نوز يكون اي والسنجل لينك ليست بعد يكون اي، تمام؟ فهني خليت الاي، افتح بريسي مثل ما تشوفون. اول اهم خطوه ان استدعي هالكلاس عن طريق الكونستراكتور. وقت اللي استدعي هني سويت لي نوده. شلون بستدعي؟ بالطريقه العاديه اللي اسوي فيها اوبجكت، اقول له نود، انا بسميها مثلا خلينا نقول بعد نود ولكن بسمول، equal new نود، وبنخلي هني شنو؟ بنخلي الديتا. فهني النودة مالتي استوت، سويت النود مالي بهالسطر، سويت النود. خلي بس احط لكم كوما create node، تمام؟ بهالسطر احنا شنو سوينا؟ نود. الحين بقى شنو هالنود ناخذها نخليها في الهيد. شلون؟ سهلة، اكيد انتو تعرفون. بنقول له هيد equal نود اللي سويته الحين، هاي هو. خلصنا كذي؟ لا، لازم ازيد السايز. اقول السايز بلس بلس، تمام؟ زين في شغلتين نسبه حق السايز ممكن بعدين نغيره، ولكن انا حاطه الحين في الميثود عشان بس ما تنسون هالخطوه. نسبة حق السايز يمكن نغيره، انا حاطه هنا عشان ما تنسون هالخطوه. ففي شغله بعد ضروريه، ان هالميثود ما ابغي احد يستدعي من المين هنا، زين؟ يعني اذا كتبت list دوت ما ابي يطلع له add first. فشنو بحط له؟ بحط له private، لان هالميثود ما بي احد يستدعي النود، بيسوي لي ايرور ومشاكل ما له داعي. فمثل ما تشوفون الحين ما في.
تمام. فسوينا اول قسم اللي هو خاص في الهيد. خلوا احط لكم كوما هنا، خلنا نسميه add to head مثلا. اوكي، هاي اول قسم سويناه. اذن الحين اللي عقب بيه، عقب النود اللي بيه، بيحتاج شغلتين اثنين. بيحتاج النود الهيد يعني اول واحد، النكس ماله هو بيكون نل وما بيحتاج شيء. اما النودات اللي بيون عقبه فكلهم يحتاجون شنو؟ نضبط النكس ماله. يعني الحين هالنودة اذا بسويها وين بخليها؟ وين مكانها؟ مكانها هني في النكس مال وين؟ مال الهيد. فشني شنو كل مرة لازم ارجع خطوة ورا وشنو واحطه في النود اللي سويته اخر مرة، في النكس مال النود اللي سويته اخر مرة، تمام؟ فهالخطوة فهالميثود هني يضبط لي هالشغلة، تمام؟ ولكن بشرط ان انا اعطي النود اللي قبل واعطي الديتا وهو يضبط لي مكانه. بنشوف الحين شلون بنسوي. والميثود بنسميه مثل ما سموه add after، مثل ما تشوفون هنا add after، يستلم reference وitem، يستلم reference وitem، insert a new node with the item as a data after the node with the reference node reference. يعني عقب شو اسمه النود اللي سويناه اخر واحد، تمام. ساعات مو شرط يكون اخر واحد، ساعات يمكن في النص. زين بنشوف ان شلون بنحط الديتا في النص. المهم يعني شنو يكون قبله. يعني مثلا خلينا نشوف هنا، مثلا ابي احط نودة هنا، تمام. فلازم اعطيه الريفرنس اللي قبله، يعني اعطيه هاي النودة اللي فيها الديتا سارة. اوكي، فالقبل دائما النودة اللي قبل اللي ابي احطها شو اسمه، لان ليش؟ لان نكست. لا، فالنودة اللي قبل بتقول لي هاي نكست، هاي عقبي وكذي. كل هاي بتشوفونه، ترى موضوع سهل يعني وحلو، اذا فهمتوه بيكون وايد حلو. زين، فبنكتب private void بعد ما بيرجع شيء، add after، بنستلم شغلتين e data، وبنستلم شنو؟ node اللي هي بنسميها reference، يعني المصدر اللي يعني نرجع له، اللي بنضبط النكست ماله، تمام. خلنا نسميه reference node. اول خطوة اكيد فهمتوها اللي هو create node. فشنو بنسوي هاي الخطوة؟ بنسوي لها copy بالضبط نفس الشيء. كل مرة بنسوي node بنسوي هالخطوة، تمام. هل يمكن نستخدم ذاك الكونستراكتور الثاني اللي سويناه؟ هاي ما بنقدر نستخدمها. ليش؟ لان هاي يضبط النكست ما يضبط اللي قبل، فهاي حاليا ما بنقدر نستخدمها. ممكن ويا الدبل لينك ليست نقدر نستخدمها. فبنستخدم الكونستراكتور الاولي. الحين شنو بنسوي؟ الحين الداتا ضبطت، تمام، عندي نود مضبوطة، باقي علي الرفرنس اضبطه. اقول له شنو رفرنس؟ انا شنو ابغي من الديت من الرفرنس؟ الداتا ما احتاجها، انا احتاج شنو؟ next. فشنو اقول له reference dot next equal شنو؟ node اللي سويته.
خلصنا؟ لا، عندي size plus plus resize plus plus. تمام؟ فهني شنو أنا ضبط النود الجديد اللي سويتها، خليتها في وين؟ في النكس مال الرفرنس اللي عطيته. أوكي؟ الحين ممكن أحد منكم يسألني شلون بحصل الرفرنس؟ أنا أقول له سؤالك في محله. الحين بنسوي ميثود يطلع لنا الرفرنس. تمام؟ ومثل ما تعرفون هالاد يعطيني سيجنال ان هني مفترض الريفرنس ما يكون نل، مثل ما تشوفين شنو مكتوب، مكتوب في القوس في البارامتر نوت نل. زين، النود ريفرنس مفترض ما يكون فاضي، يعني عشان ينبهني ما يكون في ايري، ينبهني عشان ما يكون في ايرور. زين، فالحين بنسوي ميثود يعطينا الرفرنس. هالرفرنس بيعطي هالميثود الرفرنس اللي لازم اللي نضبط النكس ماله، وبيسوي الاد. لان ليش؟ ما ندري اي نود مفترض، هل هو الهيد، هل هو عقب الهيد، هل هو هني، هل هو في النص، هل هو دي، ما نعرف. لازم في ميثود هو اللي يسوي لي الرفرنس، يكون اسم هالميثود، وهالميثود بيعطيني النود اللي انا احتاجه. فاسمه شنو مفترض يكون؟ اسمه get node. تمام، بيرجع لي النود اللي انا احتاجها، فبيكون نوعيته نود واسمه get node. فبنقول له private node، لان شنو بيعطيني نود، وبيكون اسمه get node. شنو بنستلم في القوس؟ زين، علشان نعرف شنو نستلم في القوس لازم نعرف ان شلون بنستدعي احنا النود. هاي بيكون عن شنو؟ عن طريق لوب. لازم نحتاج لوب، لان مثل ما نعرف ان النود ينتقل من نود الى نود الى نود، ما اقدر اشقح او ادش من النص دايركت نفس الاري ليست. فهني احتاج ان ابتدي من البداية وادور وانا رايح، وهاي عيوب النود. تمام، وهو في الاد والريموف وايد سريع في خطوة، اما ولكن في السيرش وايد بطيء. فدايما يستخدمونه في الابليكيشن اللي ما يحتاج سيرش ولكن يحتاج اد وريموف وايد. والاري في السيرش اسرع ولكن في الاد والريموف ضعيف. فانتو دايما في الابليكيشن مالكم تشوفون شنو الانسب لكم، وعلى اساس الابلكيشن تسوون تختارون اي نوع من الليست تبون تسوون ارينجمنت، تبون تخلونه يكون لينكد ليست، تبون تخلونه اري، انتو تشوفون شنو الانسب لكم. تمام، اذا خلينا نعرف شلون نطلع النود اللي نبغي. قلنا لوب، خلينا نعرف شلون بيكون نوعيه اللوب. خلينا نقول هاي الداتا مالتي، اوكي، والسايز عندي اياه. ومثل ما نعرف احنا نقدر نعتبر كل واحدة من ذلين في اندكس معين، يعني نقدر نقول ان هاي في وين؟ في اندكس زيرو، اول واحد الهيد طبعا بيكون في اندكس زيرو، وثاني واحد في اندكس وان، اندكس تو. اذن الحين احنا نبي نشغل اللوب الى النود المناسب. مثلا خلنا نقول ان احنا نبغي يكون الهدف مالنا نحصل اي اندكس، نحصل اندكس 2 اللي هو هاي. تمام، نبي هالاندكس. زين، شلون نحصل على هالاندكس؟ بنسوي لوب، بنسوي فور لوب، لان شنو بنروح على اساس الاندكسات. ديت انا لا اعرف الديتا اللي موجوده داخل، زين، ولا اعرف الريفرنس، ولكن شنو المعلومة الوحيدة اللي عندي ان شنو هاي ثالث اندك، هاي ثالث نود، هاي رابع نود، هاي اخر واحد، بس هالمعلومة الوحيدة المتوافرة عندي. فمن كذي انا بستخدم فور، ما عندي اي معلومة ثانية. تمام، فبستخدم فور، بقول له فور. زين، فبستخدم فور يوقف لي وين؟ عند الاندكس. تمام، فهاي بيكون الكونديشن مالي. انتو تقولون هني اصغر من اندكس، مو مشكلة، جايين حق
حق الهاي حق ليش هني أصغر. زين الحين احنا شنو سوينا؟ لوب، خلينا الكونديشن، فهمنا الكونديشن. باقي شنو الحين؟ ما نقدر احنا نستخدم هالليست اللي فوق، لان اذا استخدمناه وكل ساعة، يعني مثلا الحين احنا في الهيد قلنا له نبي نروح حق سارة، بنقول له دوت نكست. زين هاي الداتا بتنقرا على الداتا الثانية، فبيصير اوفر رايت، فشنو الداتا مالتي بتخترب. فعلشان هالشيء انا احتاج اسوي لي نودة ثانية تمبريري، بس شغلتها انه شنو تنتقل كل ساعة نكست وينقرا عليها، ينقرا لين ما توصلني المكان المناسب، بعدين اطرشه حق الميثود اد افتر. تمام، خلينا نسوي نودة ثانية. خب اكيد تعرفون تسوون نودة ثانية. سوينا نودة ثانية، ولكن هل احنا نبي نضيف ديتا داخلها؟ لا، احنا مجرد نبي ندش في الليست، لان احنا نبي بس مجرد ندش في الليست ونروح من اول واحد الى الثاني الثالث الرابع. شنو بنقول له؟ بنقول له انا سميته هني تامب تمبرير قصدي. فشنو بنقول له؟ اكيد بنقول له هيد، انه صاولي بالضبط معلومات الهيد. تمام، معلومات ذي، لان ليش؟ هاي اللي في نود اللي عقب، ومنه اروح حق اللي عقب وكذا يعني. فسويناه بشنو؟ باول نودة اللي هو الهيد. المعلومات اللي فيه الحين بالضبط نفس الشيء، وخاصة النكس، هاي اهم شيء عندنا في النكس. ازين فاللوب شنو بيصير فيه؟ فاحنا شنو نحتاج؟ لا نحتاج نشيك ولا نحتاج يعني نتأكد من شيء، فبس الشيء الوحيد اللي نحتاج انه بس ينتقل، يلا يلا سريع ودني النود اللي ابغيها كذي بس. فعلشان هالسبب شنو بنقول له؟ بنقول له يا تمب روح حق اللي عقب، على كثر كم تكرار التكرار اللي احنا خليناه في اللوب. الاندكس كم؟ الاندكس هو 2، اذا خلينا رقم هنا بيكون 2. زين والاي كل مرة بيتغير. تمام؟ زين فالاندكس مثل ما قلنا بيكون 2، والتمب بيكون هاي الديتا مالته بالضبط نفس الهيد، يعني هاي التمب هاي هو احنا نبغي يتغير. كم عدد المرات نبغي يتغير يوصل لنا وين؟ يوصل لنا هني عند 2. تمام، شوفوا شلون بيتغير. الحين احنا هيد صح؟ احنا نفس معلومات الهيد. شنو بنقول له؟ بنقول له يا تم روح لعقب. مثل ما تشوفون ان الاي 0، فاذا الاي 0 التمب هي بالضبط ديتا مالتها نفس شنو؟ نفس الهيد. زين انا ما ابي الهيد، انا ابي هني، برغم انا ما اعرف شنو الديتا، برغم انا ما اعرف شنو الديتا اللي داخل، بس ابغي النودة الثالثة، بس هالمعلومة الوحيدة اللي عندي اياها. زين فشنو بقول له؟ بقول له زين التمب روح حق النكست. شلون بقول له روح حق النكست؟ شلون اقول له روح حق النكست؟ اقول له temp equal temp dot next semicolon. تمام، بهالطريقة بيروح حق next. زين خلينا نشوف في حالات ال i هالكود شنو بيسوي لي. تمام، فالحين احنا في i 0 المعلومة عليه، الادرس هاي هو. لاحظوا ويا شغلة، قبل ما ال i يصير 1 المعلومة هنا تتغير. ليش؟ لان شوف هنا انا سيدا ادش اللوب سيدا اقول له غير. تمام، للحين انا في الزيرو، ها في الزيرو للحين شنو بيصير؟ هاي بيتغير، بيصير next، بروح حق الثاني. زين انا للحين في الزيرو ولكن المعلومات تغيرت، لان اول ما ادش اللوب سيدا اقول له روح next. فهني الاي بيصير شنو؟ عقب ما اخلص شنو بيطلع؟ بيصير الاي كذي، يعني بيصير كذي الكود، انه بيطلع بيروح وين؟ بيروح هني. زين فشنو الاي؟ اي بيزيد بيصير 1. تمام، اصير 1 ادش مرة ثانية اشوف هل 1
أقل من اثنين، إيه؟ فشنو أقول له؟ أقول له غير سيدة أدش، أقول له غير من سارة إلى أحمد. تمام، هاي كنسله. هني بصير أحمد. تمام، ف بس بعدين بيروح هني بيزيد الاندكس، بصير شنو؟ بصير اثنين. زين، انا وصلت التارجت مالي خلاص. فشنو؟ فالحين هل اثنين اصغر من اندكس؟ لا. فشنو؟ بيوقف اللوب. وقت اللي بيوقف اللوب شنو احتاج؟ احتاج اسوي ريتيرن حق تمب. فشنو بقول له؟ بقول له ريتيرن تمب. تمام، فهاي بالضبط اللي بيصير. اعتقد ان شاء الله قدرت اوصل الفكره بالرسمه. فخلينا نروح الحين نكتب الكود ونسوي تعديل بسيط. زين، الحين عرفنا شنو احنا نحتاج. نحتاج اندكس، ان كم مره اشغل اللوب، اي نود احتاجها، الثالثه، الرابعه، الاخيره. في حال الاخيره خب هني بيستلم كسايز، ولكن كميثود انا بسوي، انا ما اعرف شنو اللي بيحط لي كاندكس. فشنو بقول له؟ بقول له انتجر اندكس. تمام، اول خطوه بسويها شنو؟ بسوي لي نود. زين، النود هني بسميه temp. وهني بيساوي لي الهيد. بعدين شنو؟ بنفتح فور، بقول له انتجر. شنو بنقول له؟ بنقول له temp equal temp dot next. آخر شيء شنو بنقول له؟ بنقول له return temp. الشيء الإضافي اللي بنسويه، زين، إنه شنو؟ في اللوب بعد نقدر نحط condition ثاني، وهالcondition نوعا ما مهم. عشان شنو؟ اذا التمب فاضي ما 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 يقعد يدور كذي يضيع بروسس، فسيدي ينطرد. فبنقول له and temp not equal null. تمام، هاي الكونديشن مهم في حال انه هم ذي لازم يشتغل وهم ذي. تمام، اثنيناتهم لازم يشتغلون عشان اللوب يشتغل، لان اذا فاضي بعد ما يحتاج كله نكس 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 ما له داعي. لان ليش؟ ساعات يمكن اندكس غلط، يمكن شيء. فشنو؟ وقت اللي يوصل نل، يعني اذا صار هاي ذي نل، ما يدش مرة ثانية خلاص. ومثل ما تشوفون هني ساعات يحط لي يعني مؤشرات تساعدني على الهاي. هني قصده يعني مثلا يعني اتأكد ان النود temp ما يكون فاضي، ان اخلي له if statement not empty. بس انا ما احتاجه هني لان بخلي له مكان ثاني. زين، فاحنا ثلاثة الاقسام مالت الاد ضبطناه، ضبطنا الهيد، ضبطنا اد افتر، وضبطنا النود اللي بيستلمه الاد افتر كرفرنس. الحين شنو بقى علينا؟ نجمعهم كلهم، نشتغل عليهم ونسوي الاد.